السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بين لاعبي المنتخب المغربي لأنهم شعروا بأن كأس العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى في رحلة كان يمكن أن تستمر، لكن في النهاية يستحقون الإشادة على ما قدموا في هذا الموضوع. وصلونا أن الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كأس العالم. شفت الفخرة، مدى الشرف والفخرة محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كأس عالم، وهو طموح حقق البطولة كان وصول الدور الثاني طبعا. فتحية كبيرة وشرف بالنسبة لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما، فتحتوا لنا باب الأمل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعة، وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كأس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. اه والله ما فيش حد بخل، الواحد جسمه أشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقة. انتوا فتحتوا لنا باب أمل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولعبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد، ولا مجال ان احنا انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب، فبطولة كبيرة ملحمة، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع وهجوميا ممتع، بدون كرة ممتع وبكرة ممتع. وناحي خطفت القلوب يا ناحي، زياش اول مرة اشوف بطولة لزياش منضبط من الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. نصيري سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحية كبيرة ليكوا، كبيرة كبيرة، شرفتونا، ولازم يستحقوا استقبال أبطال. حتى المركز اللي أخذ المركز الثالث والرابع، أتمنى أن يأخذوا المركز الثالث. استقبال أبطال، شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الأمة العربية والأمة الإسلامية، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. فتحية كبيرة ليكوا. كاكا، فزت بكاس عام 2002، لم تتمكن الوصول الى نهائي 2006 مع منتخب. اهلا اهلا حبيباتي، صرنا في الصيف وبدنا مشروب منعش. اليوم هعمل معكم شو؟ هعمل معكم ميلك شيك الفراوله. محتاجه لفراوله مجمده تكون طايلينها من الفريزر، بنحطها بالخلاط وبنحط عليها السكر المحلى من سوينج او اي سكر انت بتحبي. هنا حطيت برضو حليب، لازم يكون عندي بارد. بعدها بنزل بعلبة القشطة، بعد علبة القشطة بحط فانيلا. الفانيلا ممكن تكون بودرة او ممكن تكون سائلة حسب الموجود عندك. بضربها ضربات خفيفة بالخلاط عشان احافظ على قوام يكون كثيف عندي، وطعم الفراولة يكون لسه موجود. بعد هيك احطها وين؟ حطها في اكواب التقديم. اتفنني باي كوب انت بتحبي انك تقدمي فيها. وبعدها بنزينها بحبة الفراولة اللذيذة وبنحط الشلمونة وبنشرب. طبعا ممكن تطبقيها اي نوع فاكهة انت بتحبي يكون مجمد، وتعملي فيها. وصحتين وعافية.